سعداء جدا بهذه الاحتفاليه، تخارج لمال عام من شركات ايادي وان اي كابيتال، والشركتين الحقيقه مملوكين بشكل كبير جدا من بنك الاستثمار القومي. فدي نقطة هامة جدا أيضا في هيكلة بنك الاستثمار القومي. يمكن دايما بنتكلم على وثيقة ملكية الدولة والتخارج من بعض القطاعات. القطاع المالي قطاع مهم، شركة تمويلي بدأت في 2017، طبعا شركة أيادي بمال حكومي، كبرت الشركة بقت موجودة في أكتر من محافظة، تشغيل نتورك أو شبكة من العملاء. فده دليل على أنه المال العام لما بيبقى موجود في قطاعات حيوية بيقدر يكبر وبيبقى بعد كده جاذب للاستثمارات الخارجية أو الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص. نقطة تانية مهمة، كوزيرة للتعاون الدولي بنجد أنه كتير جدا من المشاركين في هذه الصفقة هي شركاء تنمية زي البنك الأوروبي لعائلة المرور والتنمية وغيرها، وده دليل مرة أخرى على أنه علاقتنا من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، علاقتنا مع هذه المؤسسات بيفتح المجال بشكل مهم جدا لتمكين القطاع الخاص وأيضا الاستثمار الأجنبي. حاجة تانية مهمة، وإحنا بنتكلم عن تمويلي، بنتكلم عن التخارج، بنتكلم على بنك الاستثمار القومي، هنا قصة هامة جدا في موضوع التنمية الاقتصادية، قطاعات متعددة، شركاء متعددين. يمكن حاجة أخيرة أختم بيها، وإحنا بنتكلم على الإنفاق الاستثماري للدولة من الجناح الخاص بالتخطيط، نقطة مهمة أن يبقى هذا الاستثمار رايح في أنشطة أيضا بتفسح المجال للقطاع الخاص، ويمكن ده اللي أعلننا عنه خصوصا في خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري. فالحقيقة النهاردة بنجد أن صفقة واحدة ولكن لها أوجه متشابكة، لها انعكاسات إيجابية. الصفقة كحجم هتعلن بالتفصيل في الأسابيع القادمة، ولكن جزء مهم أنه هذه الصفقة جزء كبير منها بالعملة الأجنبية، وده بيعتبر استثمار أجنبي مباشر من النوع اللي احنا محتاجينه، لأنه طبعا بيزود شراكة القطاع الخاص وأيضا استمرار الشركة في الاقتصاد المصري.